إذا كنت إذا من كنت من المتابعين المتابعين الجدد، الجدد، اشترك اشترك الآن في الآن القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل القناة مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. حبايبي بريب 3، كل سنة وانتم طيبين، سنة الترم. هنبدأ النهاردة، هنحاول نحل مع بعض أول ليسون في الألجبرا سكندري ترم 2022. بيكلمني عن solving two equation. لما يكلمني عن solving two equation يبقى انا عندي حاجتين، عندي time graphically يعني هنستخدم الليتس او الشبكه، algebraically عندي حاجتين، حاجه اسمها omitting يعني هنعمل cancel، وعندي حاجه اسمها substitute. طيب واحده واحده. الاول احنا قلنا two equation ادي الفوق، ايه اللي طلعته؟ ان انا عندي x y، يعني عندي two variables x y، يعني ما بقتش الايكويشن x بس، دي نمبر 1 two variables. نمبر 2 first degree، يعني ال x باور 1 وال y باور 1 في ال two equation. ادي اللي احنا هنشتغل عليه، احنا عندنا فورم كتير. طيب انا عايز اشتغل حاجه زي كده، تعال بس كده نستعرض مع بعض شويه حاجات. لو انا قلت الفيرست ايكويشن دي سي ان 1 ستريت لاين ان 1 والسكند دي ستريت لاين ان 2، يبقى دي ريبريزنت الستريت لاين ودي ريبريزنت الستريت لاين. لازم تعرف ثلاث حاجات، ان انت لو اشتغلت جرافيكالي، سوري، لو اشتغلت جرافيكالي هيديك حاجه من اللي انت شايفها، ممكن يبقوا انترسكشن، ممكن التو ستريت لاين يبقوا انترسكشن، والاثنين ستريت لاين تلاقيهم واحد. الحاله دي يعني الكوفيشن بتاع اكس والكوفيشن بتاع واي والابسوليوت كونجروينت سيميلر زي بعض، ونقول عليها كوينسيدنت، نقول عليها كوينسيدنت. الحاله دي حاله مهمه. طب هنا لا يا مستر، ده دول انترسكشن. هو ممكن يجي يسالني على التايب؟ ايوه. طب وهنا يا مستر لو انت خدت بالك التو ستريت لاين هنا بارالل، يبقى انت ممكن يطلعوا لك انترسكشن وممكن يبقوا كوينسيدنت وممكن يبقوا بارالل. ممكن يسالك سؤال تاني يقول لك نمبر اوف سولوشن، نمبر اوف سولوشن هنا في الحاله دي يونيك يعني 1 1، يبقى لما يبقوا انترسكشن النمبر اوف سولوشن 1. طب يا مستر لو كانوا كوينسيدنت النمبر اوف سولوشن انفينيتي، لارج نمبر انليميتد. طب الحاله دي في البارالل نو سولوشن، يبقى النمبر زيرو. ادي اول حاجه لازم تعرفها، التايب انترسكشن كوينسيدنت بارالل نمبر اوف سولوشن يونيك ات مينز 1 انفينيتي لارج نمبر وهنا زين. طيب انت عايز ايه؟ تعال بقى نشوف مع بعض هنكمل ازاي، احنا هنمشي واحده واحده. بص حبيبي، لازم تبقى طالع من فيرست ترم عارف يعني ايه كلمه سلوب، كلمه سلوب اوعى تنساها. فلو انا اديتك ايكويجن زي 2x ماينس 3y ايكوال مثلا 5، لو انا قلت لك هات لي السلوب بتاخد نيجاتيف الكوفيشن بتاع الاكس اوفر الكوفيشن بتاع واي، يبقى نيجاتيف 2 والكوفيشن بتاع واي هو اصلا نيجاتيف، وتعمل سمبليفاي ده السلوب. طب انا ده هحتاجه في حاجه؟ اه حبيبي، لان احنا اتعلمنا لو ال m1 ايكوال ال m2 يبقى دول بارلل. لو الام 1
equal negative 1 على M2 يعني M1 multiply M2 equal negative 1 دول perpendicular وكمان أكيد طبعا intersection حاجات لازم تفتكرها. طب انت حاطط لي هنا الكالكوليتور ليه؟ علشان الراجل الجميل ده ممكن نشتغل بيه الالجبريكالي سولوشن وهنتدرب عليه. طيب تعالى كده نمشي واحده واحده ونشوف الكلام اللي انت بتقوله. بص بقى معايا هنمشي واحده واحده وركز. الراجل الجميل ده بيقول لك which of the following represent the two equation first degree in two variable which have no common solution. No common solution يعني no common solution يعني ما عملوش intersection يعني ما ينفعش اقول ان هما اتنين straight line عملوا coincident. يبقى لو انت خدت بالك التو ستريت لاين هنا دي كوينسيدنت يبقى مش بتاعتنا بالعكس ده هنا عند انفينيتي. طيب بص معايا الراجل ده في الحاله دي انا لو عملت اكس باند هيديني 1 سولوشن في الحاله دي هو اصلا 1 سولوشن فين اللي نو كومن سولوشن يعني الزيرو اهي اللي هي في حاله البارلل. يبقى انت لازم تبقى فاهم قبل ما تروح تعمل تشوف. تعالى يا مستر نشوف another example. بص معايا بيقول لي البوينت اوف انترسكشن ومديني هنا x بلس 2 ايكوال 0 والواي ايكوال x. انت لازم تعرف حبيبي البوينت اوف انترسكشن هي الفاليو بتاع x والفاليو بتاع y وبنعمل لها اوردر بير. طب انا معايا الفيرست ايكويجن لو انا عملت اوبزيت ساين الاكس بتاعتي يا مستر تبقى نيجاتيف 2. طب انا جبت الفاليو بتاع اكس والحاله اللي بعدها الواي ايكوال اكس يعني الفاليو بتاع واي هي الفاليو بتاع اكس يبقى الواي هي كمان نيجاتيف 2 يبقى السولوشن بتاعك نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 تروح تدور عليها وبالراحه ولازم تبقى فاهم مش يلا بتحل وبس. تعالى كده نشوف حالة جديدة. الراجل ده بيقول لك البوينت اوف انترسكشن لتو ستريت لاين اهم بس المرة دي لاي في انه كويدرنت. يا مستر ده رجعني للفيرست تيرم. ايوه تعالى نشوف مع بعض لما يقول لي كويدرنت يبقى انت تفتكر الكويدرنت بتوعك ده الفيرست وهنا السكند وهنا الثيرد وهنا الفورس. طب يا مستر بفتكر ايه كمان؟ وتفتكر ان هنا ده الاكس وده الواي ان هنا وهنا الاكس والواي بوزيتيف. لما رحنا السكن الواي بوزيتيف لكن الاكس بقت نيجاتيف. في الثيرد الاكس نيجاتيف والواي نزل برضه نيجاتيف. في الفورس الاكس رجعت بوزيتيف الواي لسه نيجاتيف. يبقى انت لازم تعرف دول. طب ليه؟ اهو بيقول لك تعالى هنا اكس بلس 3 ايكوال 0 لو عملت يا مستر اوبزيت ساين تبقى اكس نيجاتيف 3 اوبزيت ساين تبقى الواي ب 5. انا مش عاوز سولوشن انا عايز كده الانترسكشن في انه كويدرنت. يا مستر دي اكس نيجاتيف فين الاكس نيجاتيف في السكند والثيرد بس الواي بوزيتيف يبقى انا بقيت دلوقتي في السكند. ادي الحل بتاعك ولازم تتعلم انك بتحل بفين. يبقى لما يقول لك كويدرنت ترسم كده في الدرافت الكوادرنت وتحدد الساين بتاع الاكس والواي تيجي من التو ايكويجن تجيب الفاليو بتاع اكس والواي. تعال نشوف انذر اكزامبل وبالراحه مع بعض. الراجل الجميل ده بيقول لك التو ستريت لاين دول يا ترى لو جينا رسمناهم بارلل
ولا coincident ولا intersection ونوت parallel نون perpendicular ولا perpendicular. أسيبك تفكر كده بالراحة. بص حبيبي في بريك 2 لما قلنا x مع هاش y x مع هاش y لما تيجي ترسم x مع هاش y يبقى ده straight line parallel للواي. ادي الواي اكسس وادي الاكس اكسس. لما تبقى اكس مع هاش واي يبقى parallel للواي. ولما تبقى واي مع هاش اكس يبقى straight line parallel للواي اهو. فايه اللي انت ملاحظه؟ ان التو straight line بقوا عاملين ايه؟ بص كده بقوا عاملين كده. يبقى الحركه دي هي مين؟ perpendicular. يبقى انت لازم تفتكر انت درست في بريك 2 ازاي اعمل ريبريزنت الايكويشن الستريت لاين ريبريزنت بالفورم دول. هنا هو اكس بس تقول له بارلل للواي، واي بس تقول له بارلل للاكس، ساعتها يبقى انت الانسر بتاعتك التو ستريت لاين perpendicular. طب تعالى كده نشوف another example. المره دي اكس مع واي اكس مع واي وبرضه بيسال التو ستريت لاين دول بارلل بيربنديكولار كوينسيدنت انترسيكتنج ونون بيربنديكولار. تفتكر هنا ايه؟ بص معايا كويس، خد بالك انت ممكن تعمل الشغل ده على الكالكوليتر. يعني هتدخل بص بقى معايا، هتدخل على المود وتدور على كلمة equation وكل آلة ليها نظام وبتلاقي ان المرة دي هشتغل على ax by equal c. ده اللي هو الدرس بتاعي two variable first degree. لما بتضغط وتختار ده يروح مطلع لك a b c بس 1 1 1، ويطلع لك a2 b2 c2 عشان انت معاك تو ايكويشن. حضرتك هتبتدي هنا دي اكس الكوفيشن بتاعها 1 فتقول 1 ايكوال، بعد كده 5 ايكوال 1 ايكوال، ينزلك في السكند ايكويشن 1 ايكوال 5 ايكوال، وبعدين دي اعمل لها لازم اوبزيت ساين تبقى 8 ونعمل دبل ايكوال. طب ايه اللي انا هلاحظه بقى يا مستر؟ ان انت هتلاقي الانسر بتاعتك ايه ده؟ ده الاثنين عاملين حاجه اسمها ماث ايرور. تعالى كده نشوف مع بعضينا. يا رب تكون طبقت. ايه اللي احنا بعد ما بنعمله؟ هتلاقي كده بعض الالات يقول لك نو سولوشن. طالما قال لك نو سولوشن تفتكر ينفع بيربنديكولار؟ لا، ده عنده وان سولوشن. كوينسيدنت ده انفينيتي، انترسكتنج يبقى عنده، يبقى اكيد يا مستر الانسر بتاعتي هي بارلل. يبقى انت وانت بتحل بالراحه واحده واحده. تعالى كده نشوف انذر اكزامبل. بص بقى معايا الراجل الجميل ده بيقول لك السولوشن سيتو مديك تو ايكويشن. طيب يا مستر انا احل ازاي؟ زي ما قلت لك انت تقدر تشتغل بطريقه الكالكوليتر. حلو. طب افرض يا مستر انا ما معيش كالكوليتر وتعالى نستفيد ان احنا نشتغلها الجبريكالي. هناخد دول سوري بعدها الواي وفي السكند سايد يكون الابسوليوت.
يعني لو انا معايا الواي بفور اكس انت اعمل كوميوتيف، لو الوان او الابسوليوت او النمبر هنا اعمل له اوبوزيت ساين. وتيجي تاخد السكند ديجري 3 اكس بلس واي ايكوال 10 لازم تعمل اوردر الاكس رايت داون اكس الواي رايت داون واي وادي الابسوليوت. طيب ايه بقى موضوع الاوميتنج؟ انت بتختار اشتغل على الاكس ولا الواي، انت حر. انت كمان تاخد بالك يا ريت يبقى الساين واحده نيجاتيف واحده بوزيتيف ديفرنت. ليه؟ عشان اقدر اعمل ادنج. لكن لو كانوا سيم ساين انت محتاج تعمل سبتراكتنج يعني تشينج للساين. طيب تعالى نبدا الاول يا مستر اللي هشتغل على الواي، هنا 2 هنا 1 تروح جاي دي 2 ودي 1، انا هروح جاي للصغيره دي واعمل ملتبلاي 2. ليه؟ عشان يبقى الكوفيشن بتاع دي زي دي. تعال نعمل دي تايم 2 فتبقى 6 اكس و2 واي وهنا 20. تعال دي نكتبها تاني ادي اكس ماينس 2 واي ايكوال 1. الله، خليت لك يا مستر الواي سيم كوفيشن مش كده وبس وديفرنت ساين، اقدر اقول له ان هعمل ادنج. طب لما اعمل ادنج اكيد يا مستر ده هيكنسل، ودي 6 1 يبقى 7 اكس وهنا 21. هعمل ديفايد 7، هعمل ديفايد 7، ديفايد 7 تبقى اكس ايكوال 3. جبت الفاليو بتاع اكس، جبت الفاليو بتاع اكس، تبتدي انت حر ممكن تاخد دي او تاخد دي وتعمل سبستيوت. طب انا مستر هاخد السكند، هاخد دي 3 اكس بلس واي ايكوال 10. انا جبت الفاليو بتاع اكس يبقى 3 تايم 3 بلس الواي ايكوال 10. 3 تايم 3 9 وادي الواي. هعمل اوبوزيت سايد يبقى اخترت ايكويشن عملت سبستيوت عن الاكس بعمل اوبوزيت ساين. بص معايا فيبقى هنا الواي ايكوال 10 ماينس 9 ايكوال 1، يعني انا جبت الواي 1 والاكس كنت جايبها ب 3. يبقى السولوشن سيت بتاعك، ركز بقى السولوشن سيت، بعمل الكيرل بريسز عشان كلمة ست وجواها اوردر بير عشان دايما ابتدي من اكس نيكست السكند بروجيكشن هو الواي، ادي الحل بتاعي. يبقى ده الحل الالجبريكالي. ايوه طب انا يا مستر لازم اعرف ده؟ ايوه عشان انت مطالب بالستبس. طب بص معايا بقى، يبقى انا جبت 3 1 اطلع بقى لمسالتي ادور فين ال 3 1 اهي يا مستر. سوري حقوا عليا، هي يا مستر موجوده ادي طريقه حل المساله. سواء جاتني تشوز اقدر اشتغل بالكالكوليتور وادخل على المود وادور على ايكويشن ax plus by equal c او لازم ابقى عارف دي عشان نكمل في الدرس. تعال نشوف another example. بص بقى معايا الراجل الجميل ده بيقول لك التو ستريت لاين، اديني اتنين ستريت لاين ار انترسكتنج ات اوريجن بوينت سكند كويدرنت فيرست كويدرنت فورث كويدرنت. سبق وحلينا حاجه زي كده، فانت هنا انت مطالب ان انت تحل، انت مطالب ان انت تجيب الفاليو بتاع اكس كام والفاليو بتاع واي كام وتبقى مجهز الفيرست كويدرنت الاكس هنا بوزيتيف والواي بوزيتيف، تبقى مجهز هنا الاكس نيجاتيف لكن الواي بوزيتيف، هنا الاكس والواي الاثنين نيجاتيف، هنا الاكس بوزيتيف والواي نيجاتيف، لازم تبقى محضر دي. طيب انا عايز يا مستر اعمل ايه؟ دي مساله تشوز. تعال جرب كده، اروح على الاله
وهات لي الفاليو بتاع اكس وهات لي الفاليو بتاع واي عشان تقدر تختار في انه كويدران. هسيبك تفكر يا ترى جبنا الفاليو بتاع اكس والفاليو بتاع واي. شكرا اسمع يبقى لي حاجه. طب انا يا مستر على حظك الاكس طلعت لي زيرو والواي زيرو. اوعى تنسى ان البوينت دي كولد اوريجن بوينت. يبقى احنا كمان في حاجات خدناها قبل كده ما ينفعش تنساها. تعالى نشوف another example. بيقول لي if the point of intersection lie في الفورس. lie في الفورس طالما قال لي lie في الفورس يعني x positive والy negative. بص بقى معايا دي فعلا x1 ودي تبقى الكي تاخد انه بص كده ممكن الكي تبقى ايه. فانت حبيبي اتفقت ان في الطالما قال لك في الفورس تبقى الفاليو بتاع واي نيجاتيف. الفاليو بتاع واي نيجاتيف يبقى هات زيرو طبعا لا 1 لا 5 اهو يا مستر. يبقى انت للمره الثانيه بيقول لك انه كويدرنت. المره دي هو ادهولك يبقى انت لازم تبقى عارف عشان تروح تختار. تعالى كده نشوف نمبر 9 نمبر اوف سولوشن وده اللي احنا قلناه. امتى نقول زيرو لو كانوا بارلل نو سولوشن. هنا تو سولوشن هنا يونيك يعني واحد ان انفينيتي. بص حبيبي للمره الثانيه انت طالب بقول عليكم جيل التيك اواي. طب يبقى انت عشان تستسهل هتروح على المود وتختار AX BY equal C وتحلها. هسيبك تحل وابعت لي كده الانسر يا ترى طلعوا كام سولوشن. طيب نمبر 10 برضه بص بيقول لي ايه؟ لو انا عندي انفينيتي كلمه انفينيتي يعني يعني الايكويجن دي والايكويجن دي سيميلر. بص بقى معايا يا مستر دي اكس لكن دي 3 اكس يبقى انا هاجي للايكويجن دي اعمل لها مالتبلاي 3 كمان مره. الراجل ده بيقول ان انفينيتي يبقى التو ايكويجن دول كوينسيدنت يعني الكوفيشن بتاع اكس زي الكوفيشن بتاع اكس الكوفيشن بتاع واي زي بعض كمان الابسوليوت زي بعض. طب دي 3 يبقى اروح هنا اعمل تايم 3 فتبقى 3 اكس وهنا 12y وهنا 21. بص بقى هنا الكوفيشن بتاع الواي كي وهنا الكوفيشن كام 12. يبقى خلاص يا مستر الانسر بتاعتي 12. اتمنى ان انا اكون رجعت لك جزء في اول درس. حاول ان انت تحل امسك الفيديو اشتغل اكزامبل اكزامبل تشوفه توقف وتحاول تحل. لو في اي حاجه ابعت لي في الكومنت. All the best. Bye bye.